طيب احنا معانا على الهواء المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن. مساء الخير يا فندم، برحب بحضرتك معانا. اهلا بيك يا استاذه لبنى. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني اكيد هنتكلم بقى على الحياه الحزبيه والسياسيه واستعداداتكم، لكن الاول نتوقف امام التفاصيل المتعلقه بالمواعيد اللي تم الاعلان عنها والاجراءات طبعا اللي هيتم اتخاذها، لان زي ما بنقول ظرف طبعا استثنائي، اجراء هذا الاستحقاق الدستوري مهم، لكن شايف ازاي التوقيت، المواعيد، الاجراءات بشكل عام، انطباع حضرتك. انطباع حضرتي دولة قوية، دولة مصر عارفة هي بتعمل ايه، بتكلم عموم العالم كله بيفتح للحياة الطبيعية مع الاحترازات المطلوبة. يعني لان ما حدش يقدر يقول يا استاذة لبنى بعد ما الحياة بتتفتح هي الكورونا ممكن اجلها طب اسبوع ولا شهر ولا سنة، ما حدش عارف حاجة. وبالتالي العالم رجع بشغله ومصر رجعت فتحت كل حاجة، ولكن في احترازات زي ما السيد مشار كان بيتكلم، ودايما انا كنت بقول على الانتخابات ده بالعكس زي ما هو قال الحقيقه وتفضل، قال هيبقى في تباعد بره وفي حد من عندهم في اللجنه هيشرف، الكلام ده حتى في لجنه الانتخابات اسهل سيطره للمواطنين ولا الدوله عن الشهر العقاري اللي ما حدش بيقدر ينظم، انا بتكلم على العموم، فالحياه هتستمر والمواعيد هي مواعيد استحقاق دستوري، لان عندنا بعديها برضه ما ننساش ان في استحقاق دستوري ثاني محدد الميعاد اللي هو مجلس. الغرفه الثانيه يعني اهميتها، بنقول طبعا ده استحقاق دستوري، لكن لما كنا نتكلم على الحياه التشريعيه والنيابيه في مصر، يعني شايف بقى مجلس الشيوخ بجانب مجلس النواب اهميه ده مع التشكيله والتركيبه المنتظره من مجلس الشيوخ وفقا للقانون المنظم لعمليه الانتخاب. مجلس الشيوخ مش حاجه غريبه على مصر، هو يعني مجلس الشيوخ طول عمره في مصر كان فيها مجلس شيوخ ثم سمي مجلس شورى، طول عمرنا عندنا غرفتين. أيوة. الا في الفتره الاخيره بس الزمن قليل، واما لقينا فيه لا ده احنا محتاجينه لان هو طول عمره موجود زي اي حاجه في العالم رجع تاني. اختصاصاته ليه اختصاصات كثيره بس في حاجات فيها ممكن المواطن ما يبقاش واخد باله منها شويه. يعني اما بقول مثلا مجلس شيوخ تكوينه اصلا هيبقى مفروض يغلب عليه الخبرات يا ايوه طبعا، وبالتالي لازم معاه شهاده مثلا شهاده عليا لازم فوق 35 سنه، الطلبات دي كان عشان يبقى مجلس خبرات الى حد ما. اما بنيجي نقول مثلا الدوله هتعرض عليه الـ الخطه الاجتماعيه والاقتصاديه لمصر، احنا ما كناش متعودين زمان يا استاذه لبنى على خطه طويله المدى. نعم. كنا دايما نسمع عن خطه خمسيه، احنا يعني متربيين على كده. دلوقتي بقى عندنا بنتكلم على 20-30، بتكلم على العموم. أيوة. بتكلم على دوله دايما بتحط اهدافها القريبه والبعيده وبتبقى مربوطه، دوله ما بقتش مربوطه بالوزير جه والوزير راح فمين هيغير ايه؟ في خطه في كل الوزاره، وبالتالي مثلا ده هيتعرض على مجلس شيوخ. مجلس بيبقى ذو افكار معينه بهدوء معين بيناقش هذه المدد بهذا خبراء بقى، كفاءات، علماء، فيبقى هم بيسروا كمان لما بيتكلم على تشريع او خطه للتنميه، يعني زي ما حضرتك قلت كده بعيده المدى، يبقى عندنا اللي يبقى في اضافه قيمه وثريه لده. طيب ارجع بقى واتكلم على شويه الأحزاب ودورهم واستعدادهم، يعني إزاي اشتغلتوا خلال الفترة اللي فاتت. كان النهاردة معالي المستشار لاشين إبراهيم بيتكلم برضو الأحزاب ودورهم، ولازم يكون برضو يكون في حالة حراك ونشاط مجتمعي. أنا هتكلم في شقين، الشق الأول الحزب اللي أنا بمثله حزب مستقبل وطن كنائب رئيس. يعني ممكن الشغل عندنا من سنتين ونص بعد الدمج، فإحنا عندنا شغل يومي في جميع المراكز والأقسام، ده مسهل علينا شوية مش الاختيارات بس، قربنا من الشارع الحقيقه، طبعا بنتمنى ثقه الشعب المصري، بس احنا الى حد ما عاملين شغل مستديم بغض النظر عن الانتخابات، وده زي ما بقول كده الطالب اللي بيذاكر كل يوم ما بيستناش الامتحان، فبتبقى متسهله علينا شويه. بالنسبه للاحزاب الثانيه برضو اكيد عامله شغل، بس احنا برضو حصل ان في توافق بين حزب مستقبل الوطن وبين مجموعه احزاب فاعله في الارض ان يبقى في قايمه زي قايمه وطنيه، ده انا بتكلم على ال 100 كرسي بتاع مجلس الشيوخ، احنا عارفين برضه للمشاهد هو 100 قايمه، 100 فردي و100 تعيين من سياده الرئيس. في القايمه في توافق دلوقتي على وجود قايمه قوميه تمثل جميع الاحزاب الفاعله و
تمثل برضو بعض من الشخصيات المستقلة اللي مطلوبة. يعني إيه يعني الحزب. يعني بنتكلم على كم حزب مثلا مشارك في القائمة دي، وكم شخصية يعني معروفة؟ لا هي ما تحددش بالظبط كم حزب، لأن الدنيا برضو مفتوحة. اللي بيقوم بهذه الاتصالات السيد رئيس الحزب عندنا هو اللي بيقوم بيها. بس متابعتنا من الاخبار احنا وصلنا لغايه رقم 11، ان في 11 حزب معاكم في القائمه، 10 11 حاجه زي كده. وقد يكون في مشاورات ثانيه بالتليفون، مش لازم لقاءات على طول يعني في الحزب. وبالتالي في الاول والاخر هي الفكره، يا استاذ لوكا، الفكره ان انتخابات مجلس الشيوخ مختلفه شويه، لان احنا زي ما بنقول عاوزين خبرات. ممكن حد حزب يبقى يقدر يجمع 200,000 صوت او 400,000 صوت بس ما ياخدش كرسي، بس عنده شخصيه مميزه فكريا في مجال معينه. احنا شايفين ان احنا محتاجينه، كلنا محتاجينه، والفكر ده بقى موجود. الحاجه الثانيه، جميع الاحزاب لما تبقى ممثله، بتكلم على الاحزاب الفاعله، بتضمن ان كل الاصوات بتتحط داخل القبه، ما بتبقاش بره. يعني ما يبقى عنده فرصة للرأي، كل مصر بتسمعه. أحسن ما يبقى عند حضرتك حد بيمثل 200-300-400,000 شخص، ولكن انتخابية ما يقدرش ياخد كرسي بحكم الديمقراطية الكاملة. لا، احنا شايفين والكل شايف دلوقتي ان احنا في مرحلة مفروض كل الآراء المختلفة تبقى موجودة مع بعض تحت في مجلس الشيوخ، مع العلم ان هذا التحالف هو تحالف انتخابي فقط. يعني نفترض مثلا حزب التجمع موجود معانا، مجرد ما بتخلص الانتخابات تحت في مجلس الشيوخ، حزب التجمع بآراء حزب التجمع، ملوش دعوه بمستقبل الوطن ولا آراءه ولا بالوفد ولا بآراءه، كل حزب آراءه بتبقى موجوده زي ما هي. فهي فتره مؤقته في خلال الانتخابات عشان نبقى ضامنين كلنا مع بعض ان كل الاصوات المصريه والافكار المصريه السريه تقدر تبقى موجوده في نفس الوقت. خليني اكد على المعلومه اللي حضرتك ذكرتها يا باشمهندس حسام، ان التحالف او المشاورات اللي بتتم دلوقتي لتشكيل قائمه مشكله من عدد كبير زي ما حضرتك وصفته، قلت الاحزاب الفعاله، الهدف منها هو تحالف فقط انتخابي وليس تحالف سياسي، بمعنى انه مش هينعكس على مجلس الشيوخ بتواجد، ويمكن ده سؤالي بقى، بتواجد كتله او اغلبيه بتسعوا للسيطره عليها او للتواجد بهذا الشكل تحت القبه مجلس الشيوخ. لا طبعا يا فندم، احنا طبعا كحزب مستقبل الوطن، وده حق طبيعي لاي حزب مش لحزب مستقبل الوطن، ان احنا بنسعى للاغلبيه كحزب. مفهوم. ده الهدف من تواجد اي حزب. صحيح. ودايما بقول ايه، ممكن يبقى في حزب حاليا ما يقدرش يبقى ياخد الاغلبيه او يبقى نمره واحد، بس هيبقى نمره اربعه. اللي المفروض طموحه في خلال 5 سنين اللي بعد كده، ما كل الانتخابات دي فتره، في الخمس سنين الجاي يبقى حاطط طموحه على ايه، اللي يبقى نمره واحد نمره اثنين. هي دي ده النشاط، وده الحزب، او ده اي حد بيجتهد عاوز يوصل لايه، عاوز يوصل لاحسن مرتبه. طيب، واحنا بنتكلم كده التنسيق ده على مستوى القوائم بس ولا على مستوى كمان المقاعد الفرديه؟ اكيد برضه هيبقى في تنسيق في المقاعد الفرديه، المقاعد الفرديه بتبقى ماشيه، الكل بيبقى برضه نازل انتخابات وبيبقى في رؤيه. يعني زي ما بقول لحضرتك، مجلس الشيوخ عاوزين اراء جميله تخدم مصر، وبالتالي لو في شخصيه نازله مرشحه نفسها هيبقى موجود في حتى مش منتميه لحزب من الاحزاب المعينه، هيبقى في توافق على ان هذه الشخصيه لازم نساندها، لان مصر محتاجاها في هذا الوقت في هذا الوقت. طيب، ده بالنسبه للشخصيات او للفردي، لكن معلش سؤالي بقى بالنسبه للمعيار اللي حضراتكم هتستندوا عليه في تقييم الحزب ده، اذا كان حزب فاعل او لا فننسق معاه في القائمه زي ما حضرتك اشرت، ايه هو المعيار ان الحزب ده فاعل او يعني ليه تواجد؟ احنا كاحزاب الى حد كبير عارفين بعض وعارفين تواجدنا في الشارع وعارفين مين اللي بيعمل حركه، وبالتالي المناقشات في كده بتبقى فيها سهوله شويه. اوقات برضو عشان ابقى صريح، وضع طبيعي ان كل واحد بيفتكر انه احسن واحد في الدنيا. ده طبيعي. فممكن حزب يقعد يقول مثلا، يعني هو احنا شايفينه على الارض، وكلنا مش مستقبل الوطن، المجموعه اللي قاعده الاحزاب يعني بتقول مثلا ايه، لا دي انت قوتك كذا، وهو يبالغ في قوته قوي. طيب، ساعتها بيتقال له طب يعني لو حضرتك بهذه القوه الرهيبه يعني ده موضوعك. فبتلاقي كل الاطار الطبيعي موجود في كل احزاب، وما دام المصلحه في الاخر واحده، اللي هي الخبرات تبقى موجوده في مجلس الشيوخ، الحقيقه الاحتكاك قليل والدنيا ماشيه بسلاسه جامده. طيب.